صباح النور، نهاركم زين. شنو يا خويكم كلنا بعضو يا خويكم، لاباس عليكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك يا رب العالمين، ان شاء الله تكونوا في خير ونعمه انتوما والعائلات نتاعكم ان شاء الله. اليوم نرجع فيديو اخر جديد. اليوم باش نعمل حاجه ما يحبهاش نور الدين. عندي قداش بسم الله هذا زيت زيتون مخلط مع زيت العادي، عندي برشا ماء ما طيبتش كسكسي وين شاور قولي لي وين شاور. الحقيقه انا نعمل فيه يعني طيب في دارنا، لكن مش كيف نحبوا الفوحة في داري، فهمتوا؟ نبداو مع بعضنا شعر ان شاء الله. توكل على ربي، هذي البارح هلك لي الفورمه، هذي عاد صبا يعني المقفول هذا بعيد يدير بعيد برشا. هنا الماء يغلي خليه يغلي حشك ما بيه. هنا ما انا عامله كاردون جابهولي مودين مشارك شويه كبير، ما تعرفوا مش هو اللي جابه هكاك، هو موجود في السوق. ف ليلى محمد رسول الله من اللي ساعه، فقلت خليني ننظفو باش نطشق شويه فلفل ساعه في الزيت ونحيهم هما الاولاني. وكان كانش نخاف على نور الدين، راني عندي شويه فلفل شايح راني طشقتهم احلاهم كي يطشقوا ومن بعد نهرسوهم هكا تهريس يعطي. اكيد انتم راكم تعرفوهم الحكايه ذي اسيرو. ان شاء الله اليوم فطورنا كاس كسكسي، عندنا دجاج مغسول ومريقل، لكن مانيش باش ننحي المره هذه الجلده منه، هكاك خطر لي في بالي نحبه يقعد بجلده. عندي لهنا فول مدمس اخضر جابوا لي البارح نور الدين شفتوه فصصته، وعندي الخضره، عندي البطاطا كعبة بركة بطاطا، عندي كعبتين قرع، وعندنا سيدي البصل الأخضر نتاع الثانية، وما عنديش بصل الخشين، لكن البصل الأخضر هذايا عندي مجموعة باية قصيتها ورقدت، ما عنديش حمص الحقيقة. أنا البارح وصيتو نور الدين نسي عادي يعني ماهيش مشكلة، لا محمد رسول الله فهمتو. نجي بعد الغرفة الطويلة هذي، الغرفة الطويلة هذي، الغرفة هذي والله جبتها من كندا. تلقى كل شيء، كل حاجة نجيبها نلقاها، والله كنت نشري من وقتها من دولارات وكل، كنت يا محمد رسول الله، كي نشري حاجة نجيبها والله برشا حاجات قاعدين لتو من نجيب فيها من كندا، معون يعني نقصد على المعون، حسيلو، يا محمد رسول الله، هنقصد نجيب باش ما يتحرقش، خاطر تعرف الواحد، الحمد لله. يرحم والدينا ووالديكم. تعرف علاش نسيت اللي هو زيت زيتونه ما يلزموش يتعرض للسخانه، ولذا انا تو باش نعمل باش نحيهم بعد تو نقيهم وحدهم. فكرت اللي انا مخلطه بالزيت زيتونه، وزيت زيتونه يولي مضر كيف اكهو. نحط كعبتين زوز بخار دجاج بما انها فردين بركة، مش باش نقلب باش نحط كل شيء على بعضه غير أول مرة برك. أنا تو باش نعمل، أنا تو باش نفوح معاكم الكسكسي، الواحد يسخن صحيح، ومن بعد باش نمشي باش نجيب المعون. يا ربي الحوايج الحوايج يتغسلوا، مش حاسة مغرفة كسكسي، مغرفة من الطماطم العادية. ومغرفة من الطماطم كبيرة زوج كبار من الطماطم الفريش، وطبعا باش نحط مغرفة هريسة كبيرة يعني، لكن مش كبيرة أنا قصدي مغرفة صغيرة ما معبية مش كيما تعودنا. نحط عليهم شوية طماطم شوية ماء مغلي، قلت لكم الغسالة تغسل باهي، وأنا باش صحيح باش بعد ما نكمل نسمع فيه هولي وفسكتت، باش نحط الكسكسي تي يعني الخضر كل شيء على بعضه على البارد، باش نفوح على البارد. اول حاجه هذايا ال شو اسمه هذاك الكاردون، هنبزع له الماء نتاعو هايا. نحط هنا عندي الفول،
باهي معلم مسخ لحظه يقول لك هاني هنا يجيني عندي لهنا البطاطا والبصل والقرع زاد كيف كيف باش نحطهم كل مع بعض بما انه الدجاج ما عندوش روخ يا يعني روح روخ يعني باش يكون يجيني قد قد مع الخضره باهي باش نزيد هنا الماء خاطر شويه وباش نفوح معاك والماء نعطيه له طبعا باش نزيد واحد باش يكون هنا باش نحط الملح بطبيعه الحال مغرفتين ملح ذاك راهو يعجلوش ما يجيش قبل ما يجيش مالح باهي فلفل لي شو كمون لي في الاركيد الكروية باهي صافا مغرفة مليانة يا ربي شنو حوالكم يا جماعة نحط شوية فلفل زينة خاطر حتى حار ما يسالش خاطر علاش هو باش يعطي لون للبتاع نتاعنا للكسكوس نتاعنا كركم طبعا صحي الكركم ايوا شنو هو الفلفل فلفل اكحل باش نعمل فلفل اكحل مغرفه زاده مليانه لان محمد رسول الله عندي شويه هراب فلفل معاه عندي شويه سسمو هذاك ثوم وبصل مدكوكين معناها مرحين مع بعض مش باش نجيب منهم غرف نزيد زياده على روحي نصبهم للفريجيدير ونرجع شوية انا باش نعملهم شوية ماء ونرميهم من غير ما خاطر مادام فما دجاج يلزمو يتفوح حتى لو كان كسكسك شوية البصل مهروشين مع الثوم يبنوا برشا باهي صبيت الماء الكافي فيه باهي خليه مازال مغليش في الحرارة مع انو خاطر علاش الفول بارد الفول خلاص باهي تو نخليه ياخو غلوة من بعد الماء نخلي الفلفل هنا من بعد نعاود نقليه الفلفل خاطر ما تقليش في البدا لهنا باش نحط الكسكسي نحط الماء هو عامل الماء سخون وينو ناخذو هذايا الكسكسي باش ننقص فيه راهو على خاطر الماء اول ما يغلي باش نحيه ننقص فيه نعرف من بيت تقولي علاش الطيب في كسكسي هي عملتيها هاكو مش باش نكثر برشا باش قايله وباش ما تقعدناش هاكو فيه برشا خضره هذايا خضرة بالكسكسي مش كسكسي بالخضرة هاكو شوية والله شوية بالكل على خاطر على خاطر روحي ولا هو ياكل راهو مش باش يقول لي ليه راهو ياكل مش باش يقول لي ليه أما فهمتوا أما مش مش مغروم به لكن والله كي نجيبو من دارنا ساعات واحدة من سي خواتي ولا نجيبهم طيبتهم ياكلوا ما يقولش ليه بالرغم حار حار بالكدا بالكدا جماعة يعملوا فيه خلينا نعمل كيتا زيت بالليل انا ما نعرفوش ترى الكسكسي هذا هو اسمر وما نعرفوش لكن خايفه يشد ولا حاجه احنا نعمل فيه مش باش يقلقنا كي نحط فيه كذا زيت بالنسبه دي للبنات اللي الصغار اللي معرسين الجدد واللي ما عندهمش برشا ملي عارسوا فكره بتاع انك تحط مغرفه في المكرونه ولا في الكسكسي اضمن لك ان تضمن على الاقل مش باش يلكس انا عملت شويه ماء سخون خليته يتشرب ومن بعديك نرجع اذا كان يستحق مين انا خاطر اول مره قلت لكم طيب الاسمر هذا فهمت خليه ومن بعد كنرجع ان شاء الله باش نمشي توا نمشي ننشر معاكم الحوايج
تك 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 هذاك نجري ونرهطوا الناس كل مرة خربت البيت حسيروا نستغلوها أي في الشتاء خاصة أي طرف شمس أي طرف ريح ننشوا الحوايج خاصة نحن مرحومين بالغسالة اللي عندها غسالة اللي ما عندهاش ربي ينوب عليها إن شاء الله معصولين بالكدا كأنهم معناها عندهم ساعتين في الشمس معناك تقول ندين وبرا يطلعوا بالنسبة لغسالتي أنا وأكيد الغسالات كلها كيف حسيلوا الريحك تشوفوا يشلوق ليهم التشلويق ف معناه أنا متوقعهم باش يشيحوا في ساعة أي كاو نبدأ أخي أنا شكون كيفي نتفنن في نشر الحوايج أنا واحد من الناس نحب حوايجي منظمين كيف بدهم تنشروا كيما حاجتك في كوجينتي في داري في كل شيء نحب حتى من الصابون ننشر ما نحبوش داخل بعض نحب نختار الألوان فهمت الألوان يبدأ هكا حتى العين كتجي عليه تحلى والله غالب هكا نختار نحب الألوان هكا المزيانين هم نشرهم بجنب بعضهم بتقوش عليه باش نروح بيه لداري حاسيلو هكا هو يلا باي باي نمشيو ندخل على الكسكسي ناي بنرجع لكم انا نسيت حاجه ما نحبها برشا انا مصدق اللي ولا عندي كليل في الدار عشت كليل نحطها مع الخضره والدجاج طبعا انا على خاطر الدجاج ليه نجيب صحن باش ما يصيرش علينا الكسكسي تاع الفطومة سامحوني اللقطة الأولانية مضبب الكاميرا خاطر ما نعش هاو تمسخت لي لكن مادام نصور في الماكلة أكيد متعرض لحاجة شرب بالكدا ما زدتوش راه هاك الرشة هذيك بركة ما نعش مسوس هو مش مشكل خاطر أنا ديجا ملحت من بعد في الأخر إذا كان ريتو مسوس برشا نزيد إذا كان ريتو ناقص ما يسالش على خاطر نور الدين ما يحبش الحرارة المسوس فميسيش بسم الله تعرف الواحد كي ما يعولش ترسيل ويشري في الكسكي من السوق من الحوانت من العطار شفنا عمرها انا والله لما نكذبش عليكم الحقيقة نعول اما مش في دارنا مش في داري في دارنا مع تبدا سعدودة غاديكا ولا نجيبة نعول لكن ما نخدش منه حاجة قليلة نهزها لكندا حتى ما نهزش الوزن فهمت نتعاون وانا سعيدة لدارنا وكل نعوله اما طبعا مش احنا نعاولوا احنا نجيب نهزوا المرامرة تاك الناس الكل المهم تكون ثقة ونعاولوا عندها تعاول لنا 50 كيلو ولا اللي 50 كيلو هذاك هو توا ما عادش نمشي نهز شوية البنات حق سمية ومنى يحبوا نور يحبوا الكسكسي الديري فهمت سواء كان مفور ولا شمسي خاصة الشمسي نور تحب شمسي ما تحبش مفور الرجال يحب شمسي حسين نهز شوية زاد مع الكيلوات يعني يسرع ليا فهمت ما نهزش برشا اكثر من 3 كيلو ما نهزش وساعات حتى اقل anyway يذوقوا الفيل وبعد نشروا كي الناس الكل من برا كسكسي تونس متاع لندا ومتاع المنوع الكل نلقاوه في كندا غاديك عاد قلت لكم السنه هاني لهنا في الصيف باش نعاول ما ناخذش برشا خاطر نودي زاد نفس الحاله ما ياخذش ما يكلش ما يحبش كسكسي برشا نولي نعاول في دارنا غاديك العاده وناخذ هو مثلا 5 كيلو ولا 4 كيلو خبيهم لهنا يجوني بناتي يجوني ضيافي اي حد يجي لي مرحبا به وقت نجم نحب نطيبوا هكا كسكسي العيله كسكسي العيله هو معروف كسكسي العيله نطيب ان شاء الله الكسكسي بقدر يبدا عندي في المونه فهمت حسيلو انا مش خليها تفور هذايا ما يفور هو نتصور كل شيء يطيب مع بعضه اسرع طريقه نتاع تطيب باهي هنمشي منا مازال بكري على الكسكسي وكيتي والريح برشا لبرا كان
معناها شيحه ديريكت نطي معاك من الحوايج او مازال بكرا عندي قضيه اخرين خاصين تمشي نعملهم ونرجع لكم. باش نفقدوا توا كسكسينا بسم الله فور ما شاء الله. باش ناخذ منه شويه مرقه تاعت مهما كان هو معناها ماهوش ما حطيتش فيه برشا ماء بالعاني باش نسقيه من مرقة الكسكسي يعني باش ما ينسطلناش الكسكسي. بالمرة باش نتفقد انا الكسكسي الخضرة والدنيا كل على المسلسل وكل شيء باش نعرف مش باش نعمل برشا برشا خاطر مش هذا لو صغير ما يرفعش برشا. هاكا فارق ما شاء الله شفتوا البنات الصغار مدرا شكون طلب فيا نور الدين حنمشي نرجع ليه خير ما يقول لك هذي مدرا شبيها عطاو نطلب على نرجع ليه خلينا نحط كسكيتي يفور خلينا نذوق ساعة يتعود بيا يطلبني كي ما فيقش يعاود يطلبني وانا نطلبه مش مشكل. مسوس شوية خاطر انا كسكي راني جاية راني جاية انا ودي ما شاء الله عليهم انا هكا هاو زيد شوية كسكسي الواحد خليه يفور كان مش على خاطر نور الدين نزيدو عليه نزيدو شوية فلفل اكحل اما ما يصيرش لي ها مش ضروري هكا هاو رجعت عليه نلقاه هو مروح اليوم خاطر ريح لبرا مروح من سليمان بكري اليوم قلت له راه كسكسي ما قالش حتى شيء قال لي باش نشري الخبز قلت له مش لازم ما تكثرش خاطر واش الخبز يم كذا قلت له مش لازم ما تجيب الخبز ولا تجيب خبزه برك على فطورنا الصباح وكا هو قال لي نجيبه وحطه في الفريجو قلت له جيب قلت له راه فطورنا كسكسي ما قاليش ليه المهم مش حار الحمد لله ما يعني ذقته مش حار محلاه الكسكسي كي يطيب سخون يتاكل سخون مش يطيب سخون ينفوح يهبل مك العش نتاع التفويحه كلها مع العش نتاع الكلي كلي الجبل روزماري يعني حاجه خارق العاده حسيلو انا تو مادام الكسكي تيبا الحوايج حسيتهم شلخ وبديت نطربش نكت باش ندخلهم كان شيحين باش نتويا معاكم. هاي مرحبا بكم لقيتهم ما شاء الله شيحين شب هيا شتيك ما حبس تنحى من ساقي المهم مرحبا بكم لاباس عليكم يمكن بعد يجي نور الدين ندخل نصور فيلم ما هو قاعد حبيت نركب على كي نبدا نطيب ونعمل ما نجحش العملية ما نجحتش قلت يلا خليك يبدا قاعد معاهم خير خلينا نعمل شفطة خاطر هذي قهوتي لازم نعملها في الصباح وحدي ونبدا ندور ونشرب فيها هذي خليته من عند نجيبة شريت وقتها شريت برشا معون من عند خويتي منها عينة لا هي منها انا زاد هكا عينة ليا انا هي مسكينة معناها ما عندها اش تعمل بيهم ملي مسكينة يعني انفصلت على رجلها معون قعد في كراضن وبدا يتكسر لها قلت لها وهي باش تبيعو كيما قلت لكم انا قلت لها علاش تبيع فيه حتى يستغلوها الناس كلهم يقول لهم استعمل وهاو نقص فنجيل هاو نقص صحن ما تعرف العريبه واحنا التوانسه بالذات معروفين بالحكايه هذيا قلت لها عاد انا ناخذ لخيتي وحتى كي نزيدها من عندي عسل على قلبي كيف العسل على قلبي وخيتي انا من غير حتى شيء نودها بالحاجه الباهيه فما بالك معناها مسكينه معينيتها ربي ان شاء الله يعوضها في الجنه كهو ما تهنتش ومش والحياه ما ماتتش راه والحياه ما توفاش بالطلاق نحب نوجه كلامي للناس برشا مش وحده برك اللي كتبت لي رجاها يهينها يعطيها طريحه وهي على خاطر اولادها تقعد نقولها الدنيا ما توفاش راهو وبالك ربي سبحانه وتعالى كي تما انت ما عندكش شكون يقف معاك مثلا
اهلك ما يحبوش الطليق والحكايه ذايا، خذ انت قرارك وحدك. علاش؟ على خاطر الرسول احنا ديننا الدين نتاعنا اعطانا كرامه واعطانا عزه واعطى للمراه حقوقها كامله، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى علينا رفقا بالقواري وصيكم بالنساء خير. واذا كان وقال لك من اكرم المراه، من اكرمهن فهو كريم، ومن اهانهن فهو لئيم. اذا كان هو وصلت عليه جات وصفت فيه هو في الشخص اللي يبدي عندك، انا نقول لك وما تقولوش ماما هادي يعني تشجع الطلاق ليه، لكن اذا كان هي تظل انت ماكش في بلاصتها كي تتضرب هي وتتهين في الكلبه حاشاكم، يضرب ويحط في التركينه، يضرب ويحط في التركينه، هي على خاطر ولادها يعني قابله ومتحمله، وهو يضرب ويكذب عليها ولا يمشي يشوف عليها نساء اخرين، هل عيشه الكلبه هذه؟ لا مش عيشه. خذ قرارك وهز ولادك وخرج. حائل اذا كان عندك عاد انت ما عندكش شكون رجال تقفوا معاك، لا خو ولا بو ولا ام، هذيك نقول لك. واذا تكون انت زاد شهريتك ضعيفه، ما اذا كان انت ما عندكش هذوك من الكل وشهريتك باهيه، ما هذوك هي فلوسك، هي ناسك وعزوتك، فلوسك هي ناسك وعزوتك. ولذا يعني كي تاخذ انت القرار تعمل على روحك ويبدا عندك صغار تنجم تصرف عليهم، خذ قرارك وخش. على خاطر الظل مش باهي، ودين اعطانا حريه واعطانا الكرامه وحفظ لنا كرامتنا، وما يرضاش شكون يهيننا. ديننا ما يرضاش الاهانه للمراه ويرفضها رفض باتا. على كل حال انا من غير ما نوجه كلام لحتى حد، لكن هذا يخص الناس اللي عندهم مشاكل هكايا وينجموا ياخذوا قرار بالانفصال، ولو بدأوا بحياه جديده. ويمكن ما تعرفش، يمكن ربك سبحانه يبعث لك الضحيه. قبيله بركه الصباح كنت نحكي انا نور الدين، قلت له راهو هكا وهكا، فما اخت راجل يضرب فيها، راهو كذا، فهمت؟ قلت له مش اول وحده، برشا 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 اللي يجيو يشكيو لي، معناها يضربهم ويعني وتبع عليها النساء ويفسد وبرشا حاجات فيه، وهي على خاطر ولادها قاعدين. قال لي الذل، قال لي تستاهل اللي تقعد مع رجلها بالطريقه هذه ويضربها وتزيد تقعد. قال لي هي تستاهل الذل، خاطر هي تعودت بالذل ما عادش تنجم تستغنى عليه، فهمت؟ ولو اذا كان انت، قال لي اذا كان عندها ظروف، يعني كما قلت شهريتها ضعيفه، ما عندهاش لا بو لا خو، السند نتاعها لامها، أخو أختها، رجل أختها، ينجم يكون كل خو رجل أختي يساندها وكل شيء يقفوا معاها. إذا كان هي ما عندهاش ناس هذوما وزيد ما عندهاش شهرية، معناها ماهيش تخدم وظروفها صعيبة، قولها اقعدي شدي راجلك واقعدي وتحملي الذل، على خاطر باش تذلي أكثر لو خرجتي بالطريقة هذيك، معناها ما عندكش شهرية، ما عندكش شكون معاك، باش تذلي أكثر وباش يتعرضولك ولد الحرام زادة، تولي عرضة مش راجل بركة، كان توا راجل بركة كان تخرج لبرا وباش تولي تخدمي وأنت ما تنجمش. في العمر هذاك مع عمرك ولا خدمت باش تخرج باش تسيق في الديار وتمسح وما تجيش، ما تجيش اصلا، معناها تذل وما وتتعب ولادك تفرقهم، اقعد عند راجلك ونحتسبها ان شاء الله اجر عندك عند ربي صلى الله عليه العالمين، تلقاها يا ربي يعوضك يوم الدين ان شاء الله، قصور في الجنه، اصبري على راجلك قصور في الجنه. اذا كانت تنجم انت تخرج اخرج، اذا كان عندك شكون يساندك، عندك الحق حتى ربي ما يحاسبكش، اما اذا كان ما عندكش ما تغلطش تخرج وتهز ولادك وانت ما عندكش شكون يساندك، وما عندكش شكون يقف معاك، وما عندكش شكون يصرف عليك، تتلز تمد يدك وتخدم الخدمه الذليله، وممكن تطيح من كرامتك باش، وهذا اكيد مش ممكن، تطيح من كرامتك باش تكسب الفلوس باش توكل ولادك. ولذا تقعد عند راجلك وتحمد ربي انه على الاقل في دار مستوره ما يمسك حد، خاطر هو ذاك اللي يضرب فيك واللي يشتم فيك واللي عامل فيك ويكذب عليك، ما يرضاش حتى حد يتعدى عليك. الحقيقة نقولها، الراجل مهما كان ما دام ما عندكش سند، انت هو السند وقت الرسميات يصرف على ولده ما يخليهم جياع، وانت لو حد مد يده عليك اكيد هو باش يدخل، ولذا تولي هو خير لك انك تخرج من غير سند. ف
فهمتني، وربي يعوض لي بخير. وخا نمشي نودي نجي صايي في الثنايا نشوف كسكسينا كان القص معناه صايي باش نقليك الفلفل عاد ونسقيه ونجي نودي ان شاء الله يلقى الكسكسي حاضر. يلا يلا خلينا نتقابلوا بعد مع عمكم نور الدين. خليني نخش في القهوه زي نجمش ياك محلاها محلاها. كل مره نوع بقهيوه، كل مره نوع بقهيوه، مره في الخضره، مره في الابيض، مره في هدايا نتاع القهوه هذاك نتاع القهوه، مره في الاخرين المدخنين، مره في هذوك محاسينه حاسينه مشيخه روحي ولا مدلل روحي. نور الدين تقولوا لي نور الدين وكل شيء، نور الدين يحب نوعيه واحده نتاع كيسين. انا الفناج نحب الفياك ونحب هكا، انا نشرب لحد يجي نحطه فيهم. اما نور الدين يحب شكل الفنجان هكا والزيت جمله، تقول لي نطرك الكوره يمكن كان يلقى. يحب كاس كبير هكا كبره، يا اما البلاط عطيته له اخر مره عطيته منه زوز الاخر تكسر تصير الفنجان زاد الكبير نتاع قهوه الصباح نتاع سيدي بوسعيد تكسر. هاتا نوريك لحظه لحظه. اه يا سيدي كيه اهو وماهيش مشكله، لكن المشكله انه واحد بركه وما عنديش حد اخر باش نعطيهولو، فهمت؟ هذا بركه تو اليوم نشرب فيها كيكه، يعني ما نحبوش انا بالطريقه هذيا، كاين انا نشرب فيه ما نحبش حاجه كيما هكا مكسره، انا كان اللي يدير انا رميته في ولا نعمل نتاع مغارف خاطر مزيان، نجم نعمل نتاع مغارف نتاع ور حاجه ما نحط فيها، مبدأ نخليش فيه خاطر عندي كعبه واحده كيما هكا كبيره، الاخر يكون فلاج نتاع قهوه صغار. نتاع سيدي بوسعيد تو كي نمشي ان شاء الله نلقى فرصه نمشي نشري له برشا كعبات كعبات فما منهم حتى في السوق في الاسواق في تونس، ورا ما ناخذ حتى اربع ثلاث حتى فرتين ميساج هو ما يهمتوش في اللون، المهم يكون كبر هكا باهي. هاي خلينا نمشي عاد كل يلزم الحديث برا نمشي هاي باهي. هاي سيدي شوفوا كيفاش اكل بن رافع وحشفت الماء ذي ما زدتش حتى قطره، برا ما خذيت منه شويه للكسكسي انا عملت بيه الكسكسي خاطر ما نحبوش نعمل باش ما يجيش ماست، مازال كان الفلفل تبركه الواحد تو الكسكسي صايي هاكا فارك، ناقص بطبيعه الحال مرقه خليه يشرب في عقله، بعد كي نجي نسقي ان شاء الله شويه اخرى ونسقي، نقرب نور الدين صايي يدخل وانا نسقي باش ناكله سخون، هاكا هو بسم الله الكسكسي حضر. اي تفضل نور الدين طل درا. اوه شنو رايك شنو رايك في المنظر شنو رايك؟ ها؟ صح. اه يعطيك الصحة. عندنا برشا مطلبات من الكسكسي، قلت ما يحبش على الكسكسي شويه الحمد لله. قال لك اوه هيل ما انا عجبه من غير قبل ما يذوق، اي تفضل انت ذوق وبعد قول لنا، لانه كان ناقص ملح عملته ناقص ملح خاطر معاه الزيتون. والحرورة مش حار جملة. عادي. بالكردون وبالفول وبالقرع وشنو الاخر والبصل والبطاط هكا هو. هيا نودكم ولا نشهيكم معاك عباد زيتون او بدشنا السوبيا المعون معني المعون الفخار التونسي بتاع انا نسميته بتاع سيدي بوسعيد. هيا نقول لكم نودكم ولا نشهيكم مالا نقول لهم سبسكرايب ولايك بسم الله بشوي سبسكرايب ولايك وضمبا. يلا في امان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ما نسيناش البن راه بركش نسينا البن. ها يلا سلام ورحمه الله وبركاته.